يومياتنا اليوم عن سالم البطل الرابع اللي وصل لنهائي البوليفارد مع عزيز وزينب وبدر. سالم راهن بمستقبل الوظيفي على فرصة النجاح في الفن، ورهان الخيال كسبان لحد الآن. عارفين إيش قاعد أفتكر؟ قاعد أفتكر سالم بداية البرنامج. لا ما أفتكر إلا سالم. لا يا زين ما افتكرت. لا لا عارفه ليش؟ تبغاها من الله يا زين ما افتكرت. لأن أنت من جد والله تغيرت 180 درجة يا سالم. كم 360 درجة؟ 360 أحلى، حسيت الرقم أحلى. كان ما يحب يعمل حركات قدام الكاميرا. تدخل من الكاميرا، أنت عبالك إن الكاميرا كانت بالنسبة لي عادي؟ غير إني أخاف من الكاميرا، ناس جديدة معاي في حياتي صعب شوي. كل قصة لها بداية. أنا بدايتي كانت جدا صعبة، مختلفة نوعا ما. أنا كان ودي بخاطر إني أكون لاعب كرة قدم محترف يعني. الملعب كان كل شيء بالنسبة لي، كان بيتي الثاني ويمكن أكثر من بيتي الثاني. بعدين جت الإصابة لأني لعبت كورة، طلعت في كورة هوائية كذا، ارتفعت مع واحد من الشباب ودزني من تحت كذا، فجيت على راسي. الإصابة غيرت مساري يعني كثير، قررت أترك الكورة وراي وأشوف حياتي الطبيعية. اتجهت للغنى واتجهت بالصدفة للأمانة، ما كان توجهي. أنا بالسوشيال ميديا صار لي موقف مع الفنانة أحلام، لما نزلت بوست لها جاوبتني وردت علي بصوت ومدحتني وشجعتني، وكانت بالنسبة لي يعني نقطة مفصلية. ريتويت. أحسنت حبيبي، أحسنت حبيبي، رفعت من طموحاتي، خلتني أشوف القدام. بعدها بفترة لقيت نفسي أمام خيار صعب أني أفوته، خيار بوليفارد المواهب. بالنسبة لي كان قرار صعب أني أنا أترك وظيفتي وأهلي وألتحق بالبرنامج. جيت على برنامج بوليفارد المواهب وأنا كلي ثقة بصوتي، كلي ثقة بموهبتي. صراحة من أصعب اللحظات اللحظة اللي أنا طلعت على مسرح البوليفارد وأقدم. أنا كان ترتيبي السابع، ما راح أنسى ترتيبي أبد، باقي مقعدين، وكان شعور جدا صعب. مانجرز القرار لكم. كنت خايف كثير وممكن باين على وجهي. لحظتها أنا ما أحس بأي شيء فيني. هنا حسيت أنه رجعت لي الروح ورجعت لي الحياة كلها. نزلت على طول، ما صدقت، تمنيت أنه ما في أحد يطلع بعدي يغني عشان ما يأخذ الكرسي. اخترت سالم لأن سالم من الأصوات جدا قريبة لي، يعني 90% من شغلي نفسه، ففينا شبه من بعض فنياً.